غنشوف هذا اللي دار لي الله يديه لك يا محمد. ما تخش في الفوطو نتبلعش على لي جورنال واه ولا لا واه سي بون هذوك يدبروا لسانهم. اذا سعيده بتواجدي اليوم في ولايه وهران في اطار التحضير للمشهد الثقافي في الالعاب المتوسطيه. طبيعه الحال التحضير جاري منذ فتره طويله واليوم جئنا لوضع اللمسات الاخيره يعني، والبرنامج ثري وغني متعدد يعني يشمل الجانب المهرجانات الثقافيه الشعبيه بمشاركه دوليه معتبره، ايضا فيه الجانب السينمائي الذي سيعرف عروض سينمائيه لافلام جزائريه طويله وقصيره وايضا دوليه، فيه ايضا الفنون التشكيليه التي لها حظها ايضا في هذا العرس الرياضي والثقافي في الوقت نفسه. اذا اليوم ان شاء الله سنلتقي بكل مدراء الثقافه في الولايات في ولايه وهران والولايات المجاوره لضبط اخر اللمسات على البرنامج. وبطبيعه الحال تدشين اليوم مع السيد ولي ولايه وهران لقصر الثقافة هو شرف لنا، وأنا بالمناسبة أشكر كثيرا السيد ولي ولاية وهران لأنه لولاه لما تمكنا يعني في هذا الوقت القصير أننا نقوم باستكمال الأعمال يعني وتجهيز هذا القصر الذي نعتبره قصر لكل الفنانين الوهرانيين والجزائريين أيضا بشكل عام. وشكرا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.